السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل الاكل بتاعنا معاكم. انا هنا جايبه صينيه هعمل فيها بطاطس، يعني حاطه فيها شويه زيت على النار، بحط فيها البصل بالشكل ده كده اهو، هعمل بطاطس طبق بطاطس بس واحد كده، لان انا الكفته بتاعت امبارح طبعا زي ما هي فمش هرميها، هنسخنها جنب الاكل، وهنعمل شوية رز وشوية لسان عصفور طبعا وشوية سلطة. تمام كده، هعمل البصلة بالشكل ده اهي معايا قرن فلفل بالشكل ده كده، نديلها تشويحة كده. انا مهدية النار عليها طبعا عشان ما تتحرقش. معايا هنا معلقة ثوم على دقة، اللي هي الفلفل على الملح على الثوم، هحطها معاها بالشكل ده كده. كل التوابل، بسم الله، حطت شطة، وشوية فلفل، ادي انا شوية كمون والملح طبعا، هننزل عليها بقى بالبطاطس. بسم الله، طبعا حرام ان احنا نرمي الاكل كله يا جماعه. امبارح انا كنت عامله طبعا كبيبه وكفته وكفته مقليه، ف اكلوا الحاجه والسلطات والحاجات دي اكلوها وسابوا لي الكفته زي ما هي، يعني ما اكلوش منها كتير. فطبعا هعملها تاني، هنسخنها بقى جنب الاكل، فحرام ان انا اعمل اكل جديد يعني ويترمى، فقلت اعمل طبق بطاطس لان في مش هياكلوا الكفته. عندي يوسف تعبان فهعمل له شوربه لسان عصفور بالشكل ده كده، وبعدين هنزل عليها بالطماطم. بسم الله، كمان الطماطم عاملاها في الكبة. هنسيبها بقى نزودها شوية مية، وهنسيبها تغلي مع نفسها كده لما تستوى، وبعدين ندخلها الفرن. نروح بقى عشان نشوف هنعمل ايه ده. هنا يا جماعة حط البطاطس تاخد لها غلوتين كده، وبعدين ندخلها الفرن. حط الزيت على النار والرز اهو، بسم الله، هحط فيه الرز. بسم الله الرحمن الرحيم، نديله تقليبة كده. طبعا برضو مش هنكتر رز، يعني هو يدوب طبق صغير كده اهو.
هننزل بقى بالميه. بسم الله. هنغطي عليه بقى ونسيبه ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا حطيت حلة على النار بالشكل ده اهي صغيرة، هعمل فيها سمن عصفور واحط نقطة زيت صغننة بس كده. نحمره وبعد كده انزع عليه بالميه عشان يبقى خفيف، يعني مش عايزاه بشوربه علشان اللي هياكله تعبان. تمام. هحط له ملح وفلفل بس. كده يبقى خلصنا الاكل بتاعنا، هنعمل بس السلطه والعصير وكده يبقى خلص. وتحملة حلو وصينية كنافة برضه هوريها لكم ان شاء الله. نديله تحميرة واحط له بقى المية واسيبه يستوى ونرجع لكم في لما نخلص الاكل ان شاء الله. يا جماعة كان الفيديو بتاعنا النهاردة طبعا البطاطس اللي احنا عملناها مع بعض والرز، وده لسان العصفور والكفتة طبعا بالشكل ده اهي اللي قلت لكم عليها. تمام. والسلطة والعصير بتاعنا عاملين برتقال، طبعا الكنافة بتاعتنا عاملين كنافة النهاردة بالشكل ده اهي، يا رب تعجبكم. وده كان الفيديو بتاعنا وفطرنا النهاردة، يا رب يعجبكم وتعجبكم فيديوهاتنا وتكون خفيفة عليكم. نشوفكم دايما على خير، يا رب.